اتعلمنا لما نيجي ناخد قرار نصلي استخارة، ناخد رأي ربنا في الصالح. لكن لو الباب اتقفل ولقينا الدنيا ملخبطة خلاص بنقف. لكن في ناس بتصر تمشي في الطريق الغلط. تعالوا نشوف رأي الناس في الشارع عامل ازاي. يلا بينا. يقول لي ازاي بتاخد قرار في حياتك؟ زي ما قلت، زي ما بقول لحضرتك دلوقتي، ان انا لازم بيكون في زي سيرفي كده بعمله على اي حاجه انا هاخد فيها قرار. بشوف دوت هينفع في الوقت ده، مش هينفع في الوقت ده. بعمل دوت عن طريق ان انا ببقى عارف قصص من ناس تانية عملت نفس الحاجه، لازم اكون يكونوا مروا بيها، بسالهم، بعرف منهم، باخد خبرات علشان اعرف اخد القرار صح. طيب قبل كده خدت لي راي ناس وفي النهايه قالوا لك بلاش تمشي في السكه دي، او بلاش تشتري الحاجه الفلانيه، وانت اصريت ومشيت ورا قلبك، وبعد كده رجعت ندمان وقلت يا ريتني كنت سمعت الكلام. احنا مش بنتجمل، احنا بنحكي مواقف حصلت في حياتنا، لان احنا كلنا مرينا بالتجارب دي. ده اكيد، بس انا يعني برضو ببقى مبسوط. يعني انا حصل الحاجات دي، حصلت حاجه زي كده، بس انا ببقى مبسوط ان انا مريت بالتجربه عشان اخد منها خبره. يعني ببقى فهمت التجربه ديت بتبقى ادتني خبره في ان انا اتعامل ازاي. حتى لو انا منهم ما كنتش، يعني كنت ابقى سمعت منهم وفهمت منهم همشي وراهم، لكن انا يعني مش هاخد خبره، مش هاخد خبرتي ان انا اقدر ان انا ابقى فاهم بعد كده هاخد القرار ازاي. صليت استخاره في مواقف قبل كده مصريه؟ كتير، كل موقف لازم اكون مصلي في استخاره، والحمد لله كتير جدا. يعني بنسبه 95% الحمد لله ربنا بيوفق. الحمد لله. في ناس ما بتسمعش او ما بتشوفش علامات ربنا الارشاديه وبيصروا وبيعندوا، وفي الاخر بيرجعوا ندمانين ويملوا الدنيا عياط، ويا ريتنا كنا سمعنا الكلام ده. حقيقي، وانا الحمد لله الموضوع ده بيبقى مؤثر معايا جدا على فكره. يعني انا ممكن ان انا ابقى مثلا لمجرد ان حاجه حصل فيها علامه واثنين وثلاثه في نفس اليوم بقول لا خلاص كده، ده يعني ببقى واخد بالي، باخد بالي بقى ان انا ايه، وانا حتى انا بعمله ببقى واخد بالي ان ده خلاص كده. يعني انا هاخد فكره لكن انا مش هعمل الحاجه دي، ببقى واخد حذري شويه اكتر، لان العلامات المصريه او العلامات اللي جايه من عند ربنا ديت بتبقى يعني ديت حقيقه، ديت موجوده فعلا، ديت حقيقه. انت خدت راي الخالق الاعظم. اكيد طبعا، اللي عارف كل حاجه. اكيد. انا بشكرك. الله يخليك. شكرا. شكرا لحضرتك. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ محمد. ازي حضرتك؟ حضرتك فين؟ الاخبار؟ الحمد لله والله تمام. اسم حضرتك ايه؟ انا محمد مجد السيد. يا استاذ محمد، لما بنيجي ناخد قرار في حياتنا، قرار مصيري، بنعمل ايه؟ اكيد طبعا بنصلي صلاه استخاره، بنستخير ربنا، وربنا بناء عن كده يعني بيسهل لنا الامور وبيدلنا ان احنا نمشي ازاي. يعني دي الفكره مبدئيا. يعني كلام طبعا مظبوط، بس في ناس بعد ما بتصلي استخاره وتسعى في الحاجه اللي هي عايزه تعملها، تمام، ربنا بيطلع شويه اشارات بالظبط، علامات، بلاش تمشي في السكه دي. تمام. لكن في ناس بتصر تمشي في السكه. يعني حصل معاك حاجه زي كده؟ هي حصل، انا ما اتحش على حضرتك، حصل. يعني احب الناس الصريحه. حصل طبعا. وخدت كذا قرار غلط في حياتي وبندم عليه دلوقتي، بس هو نصيب، كل شيء نصيب. يعني انت صليت استخاره واستشرت ربنا عشان يقول لك الصالح. يعني في حاجات صليت فيها استخاره وفي حاجات انا خدتها كده يعني تقديريا كده وما حسبتها غلط من البدايه. يعني لكن كان ظاهر لك شويه علامات يقول لك مثلا ان الموضوع ده ما ينفعش، ما تخشش فيه. بالظبط، حصل، وكذا حد نصحني وانا برضو مشيت بدماغي. ركبت دماغك. عندك موقف تحكي لنا؟ والله في مواقف كتير. يعني طبعا انا كنت شغال يعني في مجال حرفي يعني، وسبت صنعتي وجيت اشتغلت في مكان تاني، وانا بندم بصراحه ان انا جيت اشتغلت في مكان تاني. لو كنت فضلت في صنعتي كان زماني تدرجت تدريجيا كده مسكت حاجه كويسه. يعني السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ ازيك، الاخبار؟ اسمك ايه؟ يوسف. يوسف شغال في حته ولا لسه طالب ولا متجوز ولا ايه حكايتك؟ طالب في كليه. خالص. لما بنيجي ناخد قرار مصيري يا يوسف في حياتنا، خدت قرارات مصيريه اكيد، تخش الكليه الفلانيه، تعمل كذا، اكيد في قرارات مصيريه خدتها في حياتك. اكيد طبعا. كنت بتتصرف ازاي؟ يعني والله بجانب ان انت هتقعد تفكر كتير وغالبا التفكير مش هيوصلك لحاجه في الاخر، هتستشير ناس اكبر منك، والدك غالبا بيبقى ليك صحاب، حد اكبر منك، حد من اهلك، بس هو في الاخر يعني في الاغلب انت بتحس ان انت مهما استشرت او مهما فكرت مش هو ده اللي هيوصلك للاختيار الصح. ممكن بعد ما تمشي فيه تحس مش هو ده اللي كان الاختيار الصح. فيعني صلي استخاره، صلي استخاره وشوف الدنيا ماشيه ازاي، حس ان انت اللي انت مرتاح له مش فيه، برده مش دايما الاستشاره هتوصلك صح. طيب حلو، احنا ده كلام البشر، لكن انت دلوقتي قلت نصلي استخاره. جميل. ناخد راي ربنا في الصالح. جميل. وربنا طلع لك شويه علامات. جميل. علشان ما تمشيش في السكه دي. حصل قبل كده معاك موقف ومشيت وعانت واصريت تمشي في السكه اللي ربنا قال لك بلاش عليها وانت ما خدتش بالك ورجعت ندمان؟ كلنا بيحصل معانا كده على فكره. سؤال عايز تفكير شويه.
والله يعني هو انا احيانا بندم اساسا ان انا بيبقى حد نصحني ان انا اخد ان انا اصلي استخاره الاول قبل ما اخد القرار، وبحس ان الموضوع مش مستاهل، بس بعدين بندم بعدها، بقول انا نعم لو صليت استخاره ممكن كان هيظهر لي كام علامه. وكذا حد من صحابي حكى لي زي كده، مش حصلت معايا بصراحه انا شخصيا ما افتكرش حاجه زي كده، بس حد من صحابي حكى ان هو كان ناوي يخش في طريق وبتاع وصلى استخاره لقى الدنيا بتقفل معاه خالص. مساء الخير. اهلا مساء النور. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اسمك ايه؟ ايمان. يا استاذه ايمان، النهارده بنتكلم عن القرارات المصيريه اللي بناخدها في حياتنا. اوقات كتير في حياتنا بنقابل مواقف كتير وبنختار ما بين كذا اختيار، صح ولا ايه؟ حصل حاجه عندك قبل كده او موقف قبل كده مريتي بيه وحد قال لك بلاش تمشي في السكه دي، او صليت استخاره مثلا وحصل شويه علامات كده ان انت ما تمشيش في المكان الفلاني او ما تاخديش التجربه الفلانيه، وسمعت كلام عقلك او قلبك ومشيتي وندمتي؟ حصل. شفت انا عرفت ازاي؟ قلبك دليل. ايه الموقف مثلا؟ لازم احكي؟ لا مش لازم، قولي لي يعني من بعيد كده. كتير لما باخد قرار من راسي، مش كل قرارات دايما بتطلع صح، التعجل دايما بيطلع بيبوظ الدنيا عامه. بتسمعي كلام الناس ولا بتمشي برايك؟ ما بسمعش كلام الناس بصراحه. طيب صليت استخاره كده قبل كده في مواقف؟ بصلي استخاره بس في الاخر بمشي بمزاجي برضو، او بقى قلبك او عقلك. ايوه كده. طيب ما خسرتي اكيد في مواقف كتير؟ خسرت في موقف واحد بس بدون ذكر الموقف، بس خسرت في موقف. وندمتي؟ طبعا. ندمت ان انت دخلتي الموضوع ده، او ندمت ان انت ما سمعتيش كلام ربنا لما صليت استخاره كلام الناس؟ في الموقف ده بالذات وفي الموضوع ده بالذات انا ما اخدتش راي حد، انا اخدت قرار من راسي وقررت اعمل كده، بس قررت اخد الخطوه دي خلاص. لكن انت قلتي لي غالبا انت ما بتاخديش راي حد اصلا. لا خالص، دايما دماغك. لما حد بيقول لي رايه وحاسس ان انا مش مقتنع بيه او انا حاسه كده فبمشي برايي برضه. رايك دايما بيديك او بيرشدك للسكه السليمه؟ مش كل الأوقات، بس إحساسي ممكن تقول لو إحساسي، لو شغلتي إحساسي ما وصفتي قلبك، لكن شوية قلب مع شوية عقل إلى حد ما. ولما نسأل الناس الخبرة، كل ما بنكبر قراراتنا بتختلف كمان، بناخد قرار بشكل مختلف. يعني التسرع، لأن حد أصلا طبيعي متسرع، فده أصلا طبيعي بيخليني أخد قراري من راسي قبل ما أرجع لأي حد، ده بيوقعني في مشاكل. ولما وقعتي في الموقف اللي أنت مش عايزة تقوليه ده دلوقتي بتاخدي راي حد ولا برضه ماشيه بمزاجك؟ ماشيه بمزاجك. واضح. بشكرك. يسلم. شكرا جزيلا.